تيجي الصوف ولا يديد البريس.
طالع. وين رايح يا حمد؟ عندي موعد مع أصدقائي. الامتحان قريب، وقعد راجع دروسك أحسن لك. وانت السنة لازم تأخذ الشهادة، لازم. يمكن. لازم تأخذها، يعني لازم. وش حق هالإصرار يبا؟ حتى تقدر تلقى لك العمل اللي يناسبك وترتاح في عيشتك. ما دام موجودة الفلوس ما احتاج العمل. أدري أدري، لكن لا تنسى يا حمد أن العلم هو سلاحك، والعمل ضروري للشخص، ضروري للي ما عنده مال. لكن أنا يبا اسمع نصيحة أبوك أحسن لك. أنا أقدر أشتري 10 متعلمين، 20، 100 بفلوسي. وكذا من الحكي، أنت لازم تعمل، لازم تكافح في الحياة. ولا تنسى أن العيد البطالة ليس يبا. ترى مليت من هالكلام، أرجوك لا تغدى مرة ثانية. أنا يوم أني كبرك يا حمد كنت أعمل وعي العائلة بنفسي، مو مثلك أنت. الزمن تغير يا يبا، كان لكم الغوص والتعب والشقة، والحين أيامنا لنا السعادة والهنا والنفط. أنا أيامي أحسن من أيامكم، إش حق أشتغل، إش حق أتعب. لكن أنت من غير سلاح. سلاحنا المال. المال؟ إي المال زايل والزمن غدار. يبا كم مرة أقول لك لا تردد هالكلام، لا تردد هالكلام، ترى مو وقته. يجيك يوم وتعرف معنى كلام أبوك هذا وتشوف. يبا أمان الله. حمد يا حمد أوقف، يا حمد أوقف، لا تطلع، لا تطلع مرة يا حمد. ملعونة، عمري ما شفت مثلها. خرمت كل شيء، غيرت كل شيء. شعر أبيض ولحية مغبرة، ايه الزمن. انا اللي كسرت الصخور وصارعت عفاريت البحر وغلبتها،
وغلبتها وارجع معاي الخير الخير. لكن الحين انا ماشي للنهاية، نهاية كل حي، النهاية المفتومة، النهاية المفتومة. ما بيموت واترككم للعاصفة. ما بيموت. هي طمنوا وهم ما يعرفونها. أنا اللي عارف حقيقتها. أنا اللي وقعها. أنا أقوى منها. للبحر بدينا وعلى رزق عشنا، ولو ما هالعاصفة الملعونة شان بقت لنا عاداتنا وتقاليدنا. لكن ما قدرت تغلبنا، ما قدرت علينا. لكن قومتهم غيرتهم، غرتهم مظاهرها. من هو اللي بيبني عقبنا؟ من هو اللي بيجاهد عقبنا؟ من هو اللي بيجاهد عقبنا؟ من هو؟ لحقوا عليه، طلعوا من هالعاصفة، طلعوا من هالعذاب اللي هو فيه. لفوا عليه. يبا
ايش اسوي؟ يبا سوي اللي سويته انا قبلك والطريق واضح قدامك. شلون؟ ايش اسوي؟ العلم والعمل تسلح فيهم وتقدر تنتصر على العاصمه وعلى اللي اقوى منها يا ولدي. واجتهد وانتصر على العاصفة وانتصر على نفسي بالعلم والعمل.